من صحيفة الانتباه، ومنها نطالع زاوية الجرايم دق للكاتب محمد عبد الماجد، والتي جاءت هذه المرة بعنوان الإمام كن بخير. يبتدر محمد عبد الماجد زاويته بالقول: كان والدي يعز ويقدر الإمام الصادق المهدي كثيرا، وكان يضع صورته في ألبوم الأسرة لإحساسه بالعشرة والإلفة معه، رغم أنه لم يلتقي به في حياته. وكان الوالد صاحب حصافة، إذ كانت تقديراته في مثل هذه الأمور تبنى على تقديرات وطنية خاصة. ويمضي محمد عبد الماجد بالقول: سدد الصادق المهدي فواتير الديمقراطية الباهظة من صحته وعمره وجسده وأسرته. مارس الديمقراطية بإفراط وإسراف، عندما كان حاكما لم تتبدل منه حسبة الديمقراطية، معارضا كان أم حاكما تبقى عنده بنفس الدرجة والملامح والهوى. ويستمر الكاتب بالقول: في ذلك التعتيم وإطلاق الأشياء على هوانها، يكفي أن تضع صورة الإمام الصادق المهدي بكل تاريخه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لتنزل الشتائم والإساءات بسوء فهم وتقدير على الصادق المهدي، وهذا العبث أضر بكل جوانب حياتنا، الأمر الذي ليس مقتصرا على الصادق المهدي وحده، بل كل العظماء يتعرضون لوابل من الإساءات والشتائم. ويختم محمد عبد الماجد بالقول: أعتقد أن إصابة الإمام الصادق المهدي بفيروس كورونا شكلا من أشكال الديمقراطية التي يمارسها الصادق ويدعو لها، جعل جسده متاحا للجائحة بسبب مخالطته للناس والعامة وتداخلاته معهم. المهدي مارس السلمية حتى مع فيروس كورونا.